السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم حبايبي. اليوم راح نكمل بارتو من حلز وستيل ونروح على اللعبة. Where are you enjoying حلز وستيل؟ Yes, نقول له إذا ما نفهم شايفين احنا ليفل 3 الان بالدبابة مالتنا. وراح نلعب بارتو ما قلت لكم لازم وضع الدبابة يكون مناسب للرمي وما تستعجلون. لا تستعجلون بالهجوم. دمرنا دبابتين هذا طريق مستوي زين. ثلاث دبابات دمرنا. الدبابة الرابعة دمرناها. جاي تروح عليه شايفه هو ما جاي يتقدم ايضا لا يدري اذا يتقدم راح اروح عليه انا دمي بعده. اروح له بسرعة صعد الحيل. دمرنا الان البوس. لا تستعجلون على البوس كلش خلوه هو يجي. شايفين وكم من المشنات كلها شايفين اهم شي ما نستعجل. راح نفتح الصندوق طالنا الغام كومن تانك نيو كومن تانك كوينز نيو تانك انلوكت. فتحنا دبابة جديدة شايفين نرجع
الآن لعبنا لعبتين بالأدفنتشر، راح ألعب 1-2-1. واحد ضد واحد، أنا من العراق وهذا ما أدري منين صراحة. دمرته، هذا 1-1، حصلنا على نجمة. ألعب 1-1 مرة ثانية، أوخر هاي عني. هذا هو خصم، هذا أنا خليها المرة يجيني. استطاع ان يتغلب علي، ما يخالف، سوي ابجريد التفاوة مالتنا. انجين جن ارمري، الان ليفل اب، عندي ليفل اب. ما مفتوحة هاي الدبابة ثاني. انجين كانت المرية اقوى، هاي الجن نفس الجن، الدرع هاي اقوى، حلعب هاي. قتلته، والعب المشين الثالث حتى اخذ الصندوق. طيب هذا عدوي وهذا انا، هندي عدوي من الهند، خليجي. وثالث انتصار انه شايفين وضع الدبابة من يكون مستقيم، حتى من تضرب تروح الطلقة عدلة. نفتح الصندوق، ليفل 3 كوبرا يقول، هاي يريد بفلوس، ما اريد انا بفلوس. صار عندي 84، الان شنو نلعب؟ العب هاي، ما اريد شوب، شوب ما احب الشوب انا. العب ايضا هاي، نلعب لنا لعبة ثانية.
راح نلعب لعبة ثانية مال كذا دبابة مالتي بلاير. شايفين صعدت الدبابة على الجبل، يلا يلا طقت المروحية. أيضا صعدها على الجبل. جاي استخدم ميزة الجبل. يلا روح المروحية. اكو طيارة ايضا. دبابة تقدم. ظلت المشي الرابع. الباب إذن. لا 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 حطيت له لغم. دبابته قوية طبعا. إذا أتقدم عليه راح يدمرني بدبابته. ما أروح منه. وما يتقدم. دبابته قوية ما اقدر اتقدم لها. بعدين دبابته قوية كلش قوية.
راح اتقدم عليه لان هذا ما يقدر يتقدم. البوس طيارة هليكوبتر اخليها على العلوة هاي دمرنا البوس شايفين نجحنا بالميشن الثاني الان انطوني رتبة عريف نكتفي بهذا القدر حبايبي القاكم حلقة جاية من هزف وستيل في امان الله.